ما حقيقة التطور؟ ماذا يقول دينو عن نظرية التطور؟ في القرن السادس عشر قطع رجال دين المسيحي الكنسي لسان جوردانو برونو وسجنوه، وذلك لاعتقاده بنظرية دوران الأرض حول الشمس، والتي كانت تخالف ظاهر النص الديني في كتابهم المقدس. في القرن السادس عشر أيضاً اتهمت الكنيسة مدرس الرياضيات غاليليو غاليلي بالهرطقة، وعاش مضطهداً لاعتقاده بنظرية دوران الأرض حول الشمس، وذلك لمخالفته ظاهر الكتاب المقدس ومعتقد رجال الكنيسة آنذاك الذين كانوا يعتقدون بدوران الشمس حول الأرض. بين القرنين السادس عشر والحادي والعشرين نبدأ المقارنة. اليوم وفي القرن الحادي والعشرين يعيش المسلمون حالة مشابهة، حيث يرفض علماء الدين الإسلامي نظرية التطور الداروينية ويخرجون معتقديها من الدين. هل تساءلت لماذا يعترض علماء الأديان على نظرية التطور؟ وهل فعلاً أن نظرية التطور تتعارض مع فكرة وجود إله؟ كثير من الجدل يثار اليوم حول آخر مستجدات العلم. إن أهم الإشكالات التي طرحها رجال الدين أن نظرية التطور تخالف النص الديني الوارد في القرآن الكريم، ومفاده أن آدم عليه السلام أنزل بجسده من الجنة إلى الأرض، وهذا الإشكال هو الأكثر تداولاً بين المسلمين، بل ويذهبون إلى أبعد من ذلك حين يعتقدون أن نظرية التطور كما يصورها العلماء الملحدون تنفي وجود الله سبحانه وتعالى. والسؤال الذي يناقشه كتاب وهم الإلحاد في هذا الصدد هو ما قيمة النصوص الدينية التي يستشهد بها رجال الدين إذا كانت هي في الأصل آيات وأحاديث متشابهة؟ هل لها قيمة علمية؟ إن الآيات التي يستدلون بها لرد نظرية التطور لا تتعارض مع النظرية بشكل قطعي. إضافة لذلك هناك آيات قرآنية توافق نظرية التطور بشكل واضح وجلي، فقد قال تعالى: قد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا. الطور هو الحال المميزة المترقية، وسمي الجبل طوراً لتميزه بالارتفاع والارتقاء عن محيطه، ويسمى الطائر وجمعه الطير لأنه يتميز بامتلاكه أدوات تمكنه من الارتفاع والارتقاء نحو الأعلى عن محيطه عادة، وهي الأجنحة. والأطوار هي الحالات المتميزة المترقية والمرتفعة. وبهذا يكون معنى وقد خلقكم أطوارا أن الله خلقكم في الماضي الذي تحقق وانتهى، ومررتم بأحوال متعددة ومتميزة ومترقية، أي أطوار جسمانية مترقية تصاعدياً مررنا بها حتى وصلنا إلى جسم يمتلك آلة ذكاء فائق، وبالتالي أصبح مؤهلاً فاتصلت به نفس آدم عليه السلام. ولا يمنع أن تكون أطوار الترقي أنجزت خلال مليارات السنين حتى وصل الأمر إلى الجسم المناسب لنزول نفس آدم عليه السلام وبثها في فرد منه وهو الرحم. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ ألم تروا كيف؟ أي إذا أردتم معرفة كيف خلقكم أطوارا فهي مسألة تشبه مسألة السماوات. إذن فالأطوار إذا لم تتضح لنا سابقا فهي تماماً كحال السماوات السبع التي تتميز بأن بعضها فوق بعض وبعضها أرقى من بعض رتبة. إذن هذه الآية أوصلتنا إلى نفس النتيجة السابقة، وهي أن جسم آدم مر بأطوار ترقي كما أن السماوات تتدرج بأطوار ارتقاء وترقي.
يقول تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا. فالآية تقول: أنتم بذرة بذرت في هذه الأرض ونبتت وأنتجت، كالنبات أنبتكم الله. والنبات لا ينتج مباشرة بل يمر بأطوار ويترقى، فالبداية تكون بذرة صغيرة تبذر في الأرض وتسقى الماء، ثم تنبت نبتة صغيرة من البذرة والأرض والماء، وتكبر هذه النبتة وتترقى من طور إلى طور حتى تكتمل وتبدأ بإنتاج الثمر. وهذا هو ما حصل معكم. خريطة الله الجينية بذرت في هذه الأرض وترقت حتى وصلت إلى منتهاها وحققت الغرض. وبهذا تكون نظرية التطور دليلاً على وجود الله سبحانه وتعالى وليس العكس. قد وردت مرويات في التراث الإسلامي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تشير إلى مسألة التطور، ومن المعروف أن الأحاديث والمرويات جزء لا يتجزأ من النص الديني الذي يعتمده رجال الدين في ردهم. ورد عن محمد بن علي الباقر صلوات الله عليه أنه قال: لقد خلق الله عز وجل في الأرض منذ خلقها 7 عالمين، ليس هم من ولد آدم، خلقهم من أديم الأرض، فأسكنهم فيها واحدا بعد واحد مع عالمه، ثم خلق الله أبا هذا البشر وخلق ذريته منه. إن نظرية التطور ليست مجرد فكرة يعتقدها شخص أو مؤسسة، بل هي مادة علمية استدل عليها بأدلة علمية تخضع لمنهج علمي صارم، كما أنها مرت وصمدت أمام اختبارات تشكيكية معقدة وصارمة. ويكفي نظرية التطور اليوم أنها النظرية الوحيدة في كل الجامعات العريقة والمراكز البحثية حول العالم لتفسير الحياة الأرضية. فالجامعات الأوروبية والأمريكية تدرس نظرية التطور إلى اليوم، وخصوصاً بعد ظهور علم الجينات والتشريح المقارن الدقيق والذي أثبت وطابق ما تنبأت به نظرية التطور مع الواقع الذي ينكشف يوماً بعد يوم، ومع تطور العلوم والقدرة على الفحص والتجربة. يقول أحمد الحسن في كتابه: للأسف فإن أكثر فقهاء الأديان الإبراهيمية 3 اليهودية والمسيحية والإسلامية نهجوا مع نظرية داروين نهجهم مع سلفه غاليليو. فكما أظهرت الأيام صورة الأرض وهي تدور بالفضاء حول الشمس وكان في ذلك نهايتهم، فاليوم أظهرت الأدلة الجينية والأدلة من التشريح المقارن والأدلة من الحيوانات المكتشفة والأحفوريات المتسلسلة حتى تصل إلى كائنات مستقيمة تمشي على قدمين فقط منذ ملايين السنين. فكل هذه الأدلة كافية لعلماء الأحياء لإثبات صحة التطور، ومع هذا لا زال الكثير من فقهاء الأديان يرفضون التطور بدون أي حجة أو دليل علمي، بل وبعضهم يكفر ويهدر دم من يقول بالتطور. وبالمقارنة بين ما حدث بالأمس في القرن 16 وما يحدث اليوم، فالتاريخ يعيد نفسه، والنظرية العلمية المثبتة ترد بالنص الديني المتشابه، ويقصى العلماء من المشهد وتكمم أفواههم. نحن اليوم بحاجة إلى مراجعة للموروث الديني وتدقيق محتواه ونقده بإنصاف وحيادية علمية قبل فوات الأوان. فالكنيسة اليوم اعترفت بصحة دوران الأرض حول الشمس بعد مئات السنين، ولكن بعد الفتك بمن تبنى الحقيقة والحياد.